موعد عيد المولد النبوي الشريف 2023 1445 هجرية في الدول العربية والإسلامية بإذن الله تعالى. وقبل أن نتعرف عليه فضلا إذا كنت مسلم اترك إعجاب الفيديو لنعرف كم عدد المسلمين معنا في هذا الفيديو، ولا تنسى ترك تعليق أسفله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، المولد النبوي أو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 12 من ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنة، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية، ليس باعتباره عيدا أو عبادة، بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله، ويقدم فيها الطعام والحلوى. وتحتفل دول عدة في العالم بذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية في عدة دول. على سبيل المثال فلسطين، العراق، الجزائر، المغرب، السودان، سوريا، مصر، ليبيا، الأردن، تونس، الإمارات، الكويت، وسلطنة عمان واليمن. موعد المولد النبوي 2023 وفقا للحسابات الفلكية. باتت تفصلنا أيام معدودة على المولد النبوي 2023، حيث تشير الحسابات الفلكية أن المولد النبوي سيكون يوم الأربعاء 12 من ربيع الأول الموافق 27 من سبتمبر 2023 الجاري. وطبقا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445 هجرية الموافق 15 من شهر سبتمبر 2023 ميلادية. وفي يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445 هجرية الموافق 14 من سبتمبر 2023، يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بتسع دقائق في مكة المكرمة وأربع دقائق في القاهرة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 1:27 دقيقة. وبذلك يكون يوم الجمعة 15 من سبتمبر 2023 هو المتمم لشهر صفر 1445 هجرية، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445 هجرية فلكيا يوم السبت 16 من سبتمبر 2023، وعليه سيكون المولد النبوي بإذن الله تعالى يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 من سبتمبر 2023. وجدير بالذكر أن الاحتفال بالمولد النبوي له شقان. الأول كون الاحتفال بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا على عهد الصحابة والتابعين، وبالتالي فهو بدعة، وهذا قول من يمنع الاحتفال بالمولد النبوي. والثاني اعتقاد المحتفلين به أنه من السنن الواردة، والحقيقة أن كلا الفريقين جانبه الصواب، فليس عدم الاحتفال بالمولد النبوي من السلف يعني أنه بدعة، ولا يعني الاحتفال به أنه أمر من الشرع، ولكنه من المباحات بشرط عدم اعتقاد سنيته، وألا يكون فيه من الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعل في كثير من الاحتفالات. وفي الاحتفال بذكر المولد تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومستنى بسنته إلى يوم الدين. لا تخرجوا من هذا الفيديو قبل ترك تعليق أسفله بالصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فأكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.